الرئيس السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية للإمارات تستغرق يومين. الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمصر الجديدة وفق التخطيط الزمني المقرر. مجلس الوزراء يوافق على قرار العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يومين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط الدولتين من علاقات تعاون استراتيجية متشعبة على كافة الأصعدة وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي. اجتمع الرئيس السيسي أمس مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لواء أركان حرب إيهاب الفار وعدد من كبار مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المزيد في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من كبار مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الخاصة بالطرق والمحاور على مستوى الجمهورية في إطار شبكة الطرق القومية بما فيها الدراسات المعمارية والإنشائية والجوانب المالية الخاصة بها، لا سيما المشروع الخاص بتسيير الحركة المرورية بحي مصر الجديدة ومراحل تطوير المحاور الرئيسية للحي وما صاحب ذلك من تجديد للمرافق وخطوط المياه والكهرباء والصرف بالحي والذي تم بالتوازي مع عملية الإنشاءات، وذلك في الإطار الموسع من خطة التحديث المتكاملة التي يشهدها الحي لا سيما من خلال ربطه بالمحاور الرئيسية الممتدة إلى التجمعات العمرانية والمدن الجديدة. كما استقبل الرئيس السيسي أمس وزير دفاع روسيا الاتحادية الفريق أول سيرجي شويغو. المزيد في سياق التقرير التالي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول سيرجي شويغو وزير دفاع روسيا الاتحادية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائم بأعمال السفير الروسي في القاهرة وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا سيادته اعتزاز مصر حكومة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا وحرصها على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لا سيما في المجال العسكري، وذلك في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها الإرهاب. من جانبه نقل وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس بوتين إلى السيد الرئيس معربا عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على جهود سيادته الدؤوبة في إنجاح القمة الإفريقية الروسية لا سيما من خلال الرئاسة المشتركة لسيادته لأعمال القمة بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، فضلا عن الإسهامات الموضوعية البناءة لسيادته على مدار جلسات القمة. اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين والتباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض الفئات من المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وفقا لاشتراطات محددة، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافق 25 من يناير لعام 2020.